بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ محاضرتنا لهذا اليوم Definition Square matrix A with entries in ZM is said to be invertible modulo M. إذا بقدر ألاقي if there is a matrix B الانتريز كمان من ZM such that A في B يساوي B في A ويساوي الIdentity matrix modulo M. هنا في عندي نظرية A square matrix A with entries in ZM is invertible modulo M if and only if the determinant modulo M has a multiplicative inverse modulo M. أي modulo M. هاي خطأ موجود هون، الصحيح مودولو M. طيب الآن في عندي نتيجة منها مباشرة A square matrix A with entries of ZM is invertible modulo M if and only if the residue انتبه the residue of determinant A has no common prime factors. الآن هاي النتيجة تخص العدد 26 اللي احنا ركزنا عليه كثير في المحاضرة السابقة. لأن square matrix with entries in Z 26 طبعا زد 26 هم من الصفر 1 2 لحد 25 is invertible modulo 26 if and only if the residue ان يكون عند ال residue of the determinant modulo 26 is not divisible by 2 طيب يعني الآن هاي النظرية كالآتي بقول لي احسب الآن احسب الديتيرمينانت للمصفوفة A مد 26 وشوف هل هذا الديتيرمينانت مد 26 هل هو يقبل القسمة على 2 و 13؟ إذا كان يقبل القسمة على 2 أو 13 بتكون المصفوفة is not invertible، وبتكون المصفوفة invertible إذا كان determinant لـ A مد 26 لا يقبل القسمة على 2 و 13. شو ميزة الـ 2 و 13 يا جماعة؟ ميزة الـ 2 و 13 اللي هم prime factors اللي هم العوامل الأولية للعدد 26. هذا 26 إذا بتحلله شو العوامل الأولية له؟ الاثنين والثلاثة. خلينا نأخذ لنا مثال الآن. عندي هاي المصفوفة، هاي المصفوفة A مصفوفة 2 باثنين. طالب مني السؤال أوجد الإنفرس لهاي المصفوفة مودولو 26. كيف بدي أحسب الإنفرس لهاي المصفوفة مودولو 26؟ الطريقة يا جماعة كالآتي. أول شيء بحسب عشان أبين إنه إلها إنفرس أو لا، بحسب الديتيرمينانت للإي طبعا بالقانون اللي أخذناه اللي هو AD 5 في 3 ناقص 2 ب6. الجواب شو بكون عندي؟ الثلاث. الآن بسأل حالي هل الثلاث إلها مالتبليكاتيف إنفرس في زد 26؟ طبعا احنا عارفين التيبل، اذا ذاكرين المحاضرة السابقة كان عندي تيبل وركزنا على 26، اخذنا كل الاعداد اللي لهم ملتبليكاتيف انفرس واوجدنا الانفرس لكل منهم. اذا الثلاثة انفرس في مدة 6 لمدة 6 لل 26 اللي هو عبارة عن 9. السبب 3 في 9 27 ويساوي 1 مد 26.
إذن الملتبليكاتيف إنفرس للثلاثة تسعة والملتبليكاتيف إنفرس للتسعة ثلاث. طيب الآن بعد ما أوجدنا الملتبليكاتيف إنفرس للثلاثة اللي هو تسعة، شوف الآن كيف بدي أحسب الإنفرس لإيه. الآن بضرب التسعة في المصفوفة التالية، ثلاثة ناقص ستة سالب اثنين خمسة. بزر واحد يقول هاي المصفوفة من وين أجت؟ اطلع، ببدل المواقع الثلاثة والخمسة، تبديل مواقع، هاي الثلاثة هون والخمسة بتنزل هون. الآن الأعداد اللي جينا على هذا القطر بضربهم في إشارة سالبة، شايفين هاي صارت هاي سالب ستة وهاي سالب اثنين. طيب الآن بعد ما تضرب هاي ثلاثة في سبعة، ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين، سالب ستة في تسعة ناقص أربعة وخمسين، اثنين سالب اثنين في تسعة سالب ثمنتاعش، وآخر شيء تسعة في خمسة خمسة وأربعين. الآن هاي المصفوفة الناتجة، هاي المصفوفة الآن الناتجة بحسبها مد ستة وعشرين. لاحظ الآن السبعة وعشرين مد ستة وعشرين واحد، ناقص أربعة وخمسين مد ستة وعشرين تطلع أربعة وعشرين، السالب ثمنتاعش مد ستة وعشرين تطلع ثمانية، وآخر إشي الخمسة وأربعين مد ستة وعشرين بطلع تسعتاعش. إذا هاي المصفوفة هي الإنفرس للمصفوفة A. الآن بإمكاني أني أتأكد أن شغلي صح أو خطأ. الآن ممكن أضرب، الآن أضرب الـ A في الـ A inverse، لازم يطلع الـ identity مد 26. عرضت أنه عرضت أمامكم أنه أضرب الـ A بالـ A inverse، أي أضربهم بعض تطلع هاي المصفوفة، أحسبها المد 26 تطلع الـ identity إذا بكون صح. الآن أنتم عارفين أنه A في A inverse مش شرط أن يساوي A inverse في A، ولذلك خليني أتأكد من هاي كمان القيمة A inverse ب A، A inverse في A نتساوي الايدنتيتي مد 26. بترك هاي لكم أنتم تتأكدوا منها، وهيك تكون محاضرتنا لهذا اليوم انتهت. الله يعطيكم العافية.